أعتقد إن الدستور كان متقدم عن وثيقة 2012 ومتقدم عن وثيقة 71 للدستور فيما خص حقوق الحريات بصورة إجمالاً يعني، ومنهم المرأة. بس إحنا كمان يعني تجربتنا مع النصوص الدستورية والقوانين إنه مسألة ما بتقفش عند نص دستوري ولا قانون، بتقف عند إرادة سياسية لتفعيل القوانين دي ونصوصها. وبالتالي الاختبار الحقيقي إذا كان يعني الدستور أو الوثيقة دي ساعدت المرأة أنها تكون موجودة في المساحة العامة ولا لأ، أديتها فرصة أفضل أنها تكون ممثلة في البرلمان في المجالس المحلية، أعتقد ده هيختبر حقيقة يعني في الاستحقاقات اللي جاية المختلفة من برلمان لرئاسة. رئاسة أكيد الموضوع يعني مش باين إنه في ملمح لأي مرشح رئاسي محتمل ست، يعني أعتقد إن إحنا قدامنا شوية حلوين. بس البرلمان والمحليات هتكون فرصة حقيقية، خاصة إن في الدستور برضو في الأبواب اللي يعني نصوص بتشير إلى ضرورة إن القوانين الانتخابية تضمن تمثيل عادل أو تمثيل أفضل للمرأة للشباب للأقباط، يعني في الإشارة دي يعني. بس طبعا القضية هي هتبقى إزاي تحول ده لحاجة حقيقية، والقضية ان انت بس ما تشيرش لتمثيل عادي، انت المفروض يعني ايه يعني ترسانة القوانين اللي انت محتاج تفكر فيها عشان فعلا تساعد المرأة انها تكون موجودة في المساحة العامة. ايه القوانين الرادعة على مسألة التحرش اللي هي قضية رئيسية بتمنع المرأة انها تكون موجودة في المساحة العامة. لما بتتكلم على الدوائر الانتخابية هل هتقسمها بصورة تسمح يعني بفرصة اوسع لمشاركة من المواطنين؟ هل هتعمل نظام القائمة اللي بيشجع انه يبقى في تنوع في المرشحين المصريين في البرلمان؟ هل هتبص على جوه مؤسسات الدولة ايه القيود اللي بيحصل يعني بتزلل او قيود موجودة تجاه المرأة ان هي تترقى في المناصب المختلفة؟ يعني حاجات كتيرة وتفاصيل اكثر اهمية من مجرد النص الدستوري. بس في المجمل النص الدستوري اعتقد افضل، بس طبعا مش يعني افضل وثيقة دستورية ممكنة، واكيد فيها مشاكل في يعني امور اخرى زي العلاقات المدنية العسكرية وخلافه يعني. بس فيما خاص الحقوق والحريات اعتقد انه افضل من 2012 ومن 71. اعتقد انه بعد الثوره الميزه الاساسيه انه الثوره فتحت الباب للستات وانها تنظم نفسهم، وان يبقى في تنظيمات حقيقيه قريبه من الشارع بتخش في اختبارات مختلفه، بتنظم نفسها في تظاهر، بتتحرك في مناطق غير تقليديه يعني. يعني اتكسرت فكره التنظيمات الهشه، التنظيمات التقليديه اللي جايه من فوق اللي بتتكلم في قضايا المراه بصوره متعاليه جدا، والمجالس القوميه اللي ما ادتش دوره وما زالت يعني. اعتقد يعني بالعكس يعني بسبب فتح مساحة التنظيم للمرأة حتى المجالس التقليدية ابتدى يبقى عندها ضغط زيادة ان هي تبقى بتتكلم بلغة مختلفة وبلغة جديدة وتلعب ادوار اقوى من الاول، لان يعني بقت في تنظيمات اخرى للمرأة بتعبر عنها ويعني وبتهدد احتكار التنظيم الواحد بتاع المجلس القومي للمرأة ولا المجلس القومي للشباب ولا كل المجالس القومية اللي كانت بتحتكر تمثيل المرأة. فأكيد دي الميزة الحقيقية، وأعتقد إن قضايا المرأة بقت أوضح يعني، بقت موجودة أكتر، بقى في كلام عنها بصورة مستمرة أنا في تقديري قبل السابق يعني. فمن الزاوية دي أعتقد إن المرأة تمكنت بصورة يعني زي ما كل المصريين يعني حسوا بثقة بالنفس زيادة في ده. بس على مستوى سياسات أو على مستوى يعني حكومات يعني هل تغير يعني طريقة تعاملها مع المرأة؟ هل بتبص للمرأة بتشجيع أو لمساحة عامة؟ أكيد لا. يعني على مستوى سياسات على مستوى حكومات يعني ما شفناش يعني حاجة ملموسة حقيقية، سواء يعني فترة المجلس العسكري أو حتى فترة وأكيد فترة الإخوان وحتى ما بعد الإخوان. يعني حتى الآن ما فيش يعني تغيير أو رؤية جديدة أو محاولات يعني جذرية. يعني ابسط حاجه للتعامل مع قضيه التحرش في جامعه القاهره، يعني شفنا رد فعل الحكومه، رد فعل الناس كان رد هزلي يعني. يعني الناس مش بتجد تبريرات ومش بتفكر قد ايه انه ده حق اصيل لاي مواطن هو يمشي بحريه وامان، وانه ده جزء اصيل من ليه المراه مش موجوده في المساحه العامه، وانه اي دوله او اي حكومه بتحترم نفسها المفروض انها تشجع كل المواطنين يكونوا جزء من المساحه العامه وليهم حريه وامان وحق ان هم يعبروا عن افكارهم من غير بقى تبريرات لابسه ايه ومش لابسه ايه والكلام الفاضي ده يعني. يعني في مساله المجتمع المدني ودوره في المراه اعتقد
برضو مرة تانية، وده أعتقد لشطارة التنظيمات الجديدة الخاصة بالمرأة مش لمبادرة المجتمع المدني أو حتى الأحزاب السياسية الأوسع. المرأة عرفت تفرض شوية قضيتها على النقاش العام، وعرفت تفرض قضيتها على السياسيين. والأول مرة كان في مرشحين في الرئاسة في 2011، يعني رغم أن حسينة كامل ما نجحتش، بس لأي مرة كان في مرشحين بيتشجعوا بياخدوا الخطوة ستات لكده. الأول مرة في مصر في رئيسة حزب، والمنافسة على رئاسة الحزب كانت بين سيدتين. فدي كلها ملامح ما ينفعش أن الواحد يغفلها، بس ده مش بدور المجتمع المدني. ولكن المجتمع المدني في الفترة الأخيرة مضطر أنه يتفاعل مع القضايا دي، والأحزاب بقت مضطرة تتفاعل مع القضايا دي. وفي النهاية هو يضمن يعني حقيقي تمكين حقيقي للمرأة وبتاع، هو التنظيمات الجديدة والروح الجديدة، وأن المرأة تاخد يعني المبادرة بنفسها وأن هي تزق نفسها. وأعتقد أنهم قادرين يعني، وفي أكتر من مناسبة وفي أكتر من فرصة يعني بيثبتوا حضور، سواء في مظاهرات، سواء في مشاركة في انتخابات، سواء في تفاعل مع أحداث سياسية مختلفة. يعني كل مرة قادرين يقدموا نفسهم إن هم طرف مهم، وما ينفعش إن حد يتجاهله ويتخطاه، مش بس بحكم العدد لكن كمان بحكم الابتكار والقوة والقدرة إن يدافعوا عن نفسهم بشجاعة أكتر كتير من رجالة ومن ناس تانية يعني. فأعتقد ده اللي هيفرض على المجتمع المدني إنه يعمل حاجة مختلفة أو يتفاعل مع القضية دي. بس برضو ما أعتقدش المجتمع المدني حتى الآن برضو أسهم بصورة مختلفة أو متميزة. لو بكلم المجتمع المدني الأوسع يعني كتنظيمات، نقابات، أحزاب، لا يعني في مساحات وفي أحزاب جددت من روحها وبتقدم خطابات، بس على المستوى العام لسه مشواره طويل يعني. يعني أكيد بين الأجيال أعتقد أنه النظرة للمرأة أكيد مختلفة. يعني على سبيل المثال يعني إحنا في حزب، بما أنه يعني قواعده شابة وتركيبتنا كلنا للشباب، وجود المرأة في الهيئة العليا أو وجود المرأة في فترة، إحنا كان عندنا أمين مكتب سياسي سيدة، في المكتب السياسي موجود ثلاث سيدات، في الأمانة العامة كان موجود أكتر من بنت أو سيدة يعني شابة يعني. والمسألة أصلا مش بتبقى محل تفكير أو محل سؤال أو محل هل المفروض، مش بتتعمل بصورة يعني بنفكر فيها كتير. هو طبيعي إنه الأكفاء اللي موجود لو بنت شاطرة بتلاقي نفسها بسهولة موجودة في مناصب عليا أو في القيادات أو في خلافه يعني. فأعتقد بين الشباب طبعا يعني دي الصورة على مستوى المدينة يعني الحضر بصورة عامة. طبعا أكيد لسه بقى يعني لسه في حاجات ممتدة يعني متخطية مسألة الأجيال وكده فيما يخص المرأة. يعني طبعا في نظرة دونية وفي نظرة إنه لا ما ينفعش إنها تستحق، إنه القضايا مش أولويتها، وحتى جوه شباب أكيد ده موجود. بس النسب أعتقد بتقل كل مدى ما بين الشباب نظرتهم للمرأة واعتيادهم إنه المساواة ده مش رفاهية، أو لغتهم إن المساواة ده حاجة طبيعية وأصيلة وما ينفعش إن إحنا نتجاهلها، وبنتعامل معاها بصورة طبيعية مش بأسئلة كتيرة ونفكر فيها وبتاع. وده في رأيي تقدير حتى في المظاهرات أو في المجال العام بتلاقي إنه الولاد والبنات يعني متفاعلين ومفيش نظر لا ما تنزليش، لا تنزل، لا ما تعملش، يعني كل الكلام ده بيتخطى على مستوى الأجيال. لكن أكيد طبعا لسه في مناطق ولسه في قطاعات زي أي مجتمع في الدنيا يعني متأثر بأفكار وخطابات يعني ضد المرأة، ومنهم شباب أكيد يعني.